او اكثر ان شاء الله. بس ايه اللي المفروض يتعمل؟ احنا ايه اللي المفروض يتعمل؟ طيب قبل بس عشان نتناقش، انا عايز اسمع تقييم من لواء رجاي عطيه. حاضر، اتفضل. احنا دلوقتي عندنا الحادثه اللي حصلت النهارده، حصلت بالهجوم ده، انه عربيه واقفه رافعه الكبوت، واقف قدامها عنصر من العناصر، من واضح ان هو مسؤول بشكل مباشر او متورط بشكل مباشر، وكل الملامح الاوليه بتقول انه دي عمليه انتحاريه. عمليه انتحاريه ازاي تتعامل معاها في الظروف اللي احنا فيها؟ هو بشكل عام هذا النوع من المواجهه القتاليه يمكن ما تعرضتش لمصر قبل كده. له قتال مدن زي ما كنا متوقعين اللي يحصل، لان مرحله قتال مدن فعلا الحكومه السلاحه قدرت انها تطرد الارهابيين اللي راحوا سيطروا على المدن، انهم ينطردوا بره المدن. القرى اللي موجوده عددها مش كتير، يمكن على من العريش لغايه رفح يمكن حوالي 24 25 قريه كلهم منعزلين عن بعض. انا شايف ان في 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 لمواجهه هذا الاسلوب من المواجهه العسكريه، ان هذه المدن يجب ان تكون تحت السيطره، تحت السيطره الامنيه سواء عسكريه او شرطيه، او علاوه على طبعا الاجهزه الامنيه، مخابرات حربيه وعامه وامن وطني، و لمدة وقت أسبوع شهر أكتر، لكن يجب أن هذه المدن تبقى تحت السيطرة. التحرك من مكان من مدينة إلى مدينة يبقى في توقيتات معينة، ما هيش سايبة كل واحد يطلع في خارج هذه التوقيتات، أو خارج إن هو ياخد تصريح عشان يتحرك من بلد لبلد، يبقى هو معرض نفسه لأنه يبقى خلص عاده. بس كده انت هتعمل يعني نوع من العقاب الجماعي على نفسه؟ لا، مش عقاب جماعي، انا بحمي اهل سيناء قبل ما احمي انا بحمي الناس كلها. لكن عقاب جماعي هو عايز كل مصالحه موجوده داخل بلده، عايز مصلحه من ايه؟ التحرك من الساعه كذا الساعه كذا، والقول ده هيطلع بيه بعربيات يوصل للبلد الفلانيه، من قريه مثلا الطويله الى قريه المنصوره او كلام من ده، يبقى معروف اللي هيتحرك ويتبلغ عنه. لكن عاد ذلك ان هم هذا النوع من المجرمين مطلقاء انهم يتحركوا، السير على المدائات ممنوع. اصل الفتره دي ايه؟ اسبوع شهر هتقدر؟ وبالتمشيط يجب تمشيط طبعا هذه القرى، تمشيطها واخلاقها من اي غريب. احنا على مدى الفتره اللي فاتت من 3 يوليو لغايه النهارده، احنا في اي مرحله بالظبط في تقدير حضرتك؟ احنا في المرحلة احنا يمكن كان الاول، وكنت مصدق طبعا ومصدق على هذا الكلام لما اللي هو وصفي قال في اسبوع هكون مطهرة، لان كان مجموعات موجودة في عدة جبال، واحنا اهل لهذه النوع من المعارك. ابتدوا فعلا يخشوا القرى ويعملوا عمليات نوعية بسيطة، وكان فيها سفور شوية انهم يطلعوا ساعات بقول ورافعين اعلام، وهو كمان ده حاجات منظريه، ويهاجموا اسم، يهاجموا نقطه الزريسه، اي كلام من ده. الجيش فعلا قضى، قدر يقضي على 80% من هذه المظاهر. ابتدت تظهر النوعيه الاخيره اللي هي الاعمال اللي هي التفخيخ والاغتيالات وكلام من ده. ودي انا مش شايفها غير ان السيطره على كافه المدن، التحركات تبقى تحت السيطره، وهي دي المواجهه الوحيده. طيب.